عصام ازيك، منور دبي وبنرحب بيك في برنامج مسائل الامارات. الله يخليك يا زيزو، منوره باهلها وبناسها والله. طبعا انت عارف انا بحبك قد ايه، وعارف ان انت حبيبي واحنا اصحاب وكل وانا حاجه، كمان بس انا مبسوط قوي بخطواتك. كل خطوه زي ما المخرج الكبير خالد يوسف قال، طفره من مسلسلات رمضان للعوده لشغلك في الاسكندراني لشخصيه بتقدم صعيدي بتقدم اسكندراني. مش عايز اقدمك، بس شغلك بيتكلم عنك زي ما المخرج برضو الكبير خالد يوسف قال. كلمني عن دورك في الاسكندراني. بعمل شخصية زكي صاحب بكر الاسكندراني، بطل الفيلم أحمد العوضي، بيعيش معاه مغامرات وبيعيش معاه تفاصيل كتير جدا في الحياة ما بين فوق وتحت، وأحداث كتير قوي. يعني إن شاء الله كل الجمهور هنا إن شاء الله بإذن الله لما يتفرج هيتبسط. يعني إيه اللي حمسك لأن أنت اشتغلت مع العوضي كتير، بس ليه الفيلم ده كنت متحمس ليه قوي؟ يعني انا في كلامنا طول الوقت بحس لا ان انت دي اول يعني اشتغلت مع العوضي، اشتغلت معاه في بس ما تقابلناش وجها لوجه. يعني اشتغلنا في كلبش ثلاثة بس ما تقابلناش ولا في اي مشهد، ولا في الاختيار برضو ولا مشهد تقابلتوش. الاسكندراني ده اول تجربه حقيقيه طبعا، يعني يعني من التجارب اللي انا بحبها جدا، يعني من اقرب التجارب لقلبي بصراحه. يعني الشغل مع احمد حلو قوي، سلس، الكواليس حلوه جدا، الاجواء. هو داخل الراجل عايز يعمل شغلانه، عايز يكسر الدنيا، عايز ينجح، حابب كل الناس اللي حواليه، عايز كل الكاست ينجح. احمد جميل، ما عندوش مشاكل في اي حاجه، هو كل اللي يهمه ان الفيلم ينجح ويدغدغ الدنيا، وده كان هدفنا كلنا والله. كانت النيه بتاعتنا كلنا ان احنا داخلين عايزين نكسر الدنيا، عايزين ننجح باي شكل، فاجتهدنا على ده واشتغلنا على ده. كنت خايف من الشغل مع خالد يوسف؟ لا خالص، بالعكس. يعني ده انا اول سبب موافقه ان انا وافقت على الفيلم ان انا اتحط في السي في بتاعي ان انا اشتغلت مع استاذ خالد يوسف. طبعا يعني راجل قامه عظيمه في السينما، محدش يقدر يغفلها ولا ينكرها. ففكره ان انا اصلا اتحط ان انا اشتغلت في فيلم في اسم استاذ خالد يوسف دي كانت اضافه كبيره طبعا، بالاضافه الكبيره الراحل رحمه الله عليه الاستاذ اسامه انور عكاشه. طبعا فانت عارف انت داخل مع عمالقه طبعا. يعني انت داخل، بالعكس انت داخل خايف من نفسك انت، يعني انت داخل حرب قويه طبعا. عوضي وزينه كل الكاست طبعا. بصراحه داخل مع ناس جامدين جدا، فتثبت نفسك هيبقى في مشكله كبيره عندك. فالحمد لله ربنا كرمنا بتوفيقه وجبر خاطرنا جدا طبعا. يعني كنت دايما اقول الكلمه دي لعوضي قبل الفيلم ما تعرض، كنت اقول له ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا ان شاء الله، وقد كان يعني. فاللهم لك الحمد، دايما اشتغل واجتهد وانا صح. ربنا مش هيضيع مجهودك ايا كان نوع الشغلانه ايه، سواء يعني مش الوسط الفني ولا التمثيل طبعا. اي شغلانه في الدنيا هتجتهد فيها، ما انت راجل بدات خطواتك لحد ما وصلت الحلم اللي انت عايزه، محقق اهداف الايرادات، عامل ايرادات، تخطيت المركز الاول، فده نجاح طبعا. فكره ان حد يروح يشتري تيكت انت مش ما بتجبروش، مش زي التي في ومش قاعد قدام التلفزيون فبيقلب بالريموت. يعني ففكره ان انت هتبقى رقم واحد وتحقق في السينما نجاح كبير بالمنظر ده، ده مش صدفه ولا حظ. طبعا. طبعا. تشرفتنا يا صاحبي حبيبي، الله يكرمك.